السؤال التالي يقول السائل أو السائلة: هل يجوز للأعمام والعمات رؤية الصغير حال كون الأب والجد لأب والجد لأب على قيد الحياة، لأن قانون الأحوال الشخصية يقصر رؤية المحضون على الأبوين أو الجدين؟ نعم، نقول إن هذا مما ينبغي أن يأتمر الناس فيه بينهم بمعروف. قانون اقتصر في رؤية المحضون على هؤلاء في حالات الشقاق والنزاع والخصومة، فالحديث عن الرؤية القانونية الملزمة، ثم ترك ما وراء ذلك إلى تشاور أهل المحضون وإلى ذوي رحمه. وفي الجملة الحضانة مقررة لمصلحة المحضون، لا ينبغي أن يحال أحد من ذوي قرابة المحضون بينه وبين رؤية هذا الطفل، فإن هذا أوصل للرحم وأقرب للتقوى وأرضى للرب جل وعلا. فأتمروا بينكم بمعروف وحلوا هذه القضية بعيدا عن تدخلات القانون وعن منازعات السلطة.